السلام عليكم. على إثر عملية نوعية تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو من وضع حد لنشاط ورشة سرية مختصة في صناعة قوارب الصيد بطريقة غير قانونية بإحدى مستودعات بحي الأمير خالد بلدية حاسيبونيف، مع ضبط 4 متورطين في القضية. العملية جاءت بناء على معلومات تفيد بوجود ورشة سرية تقوم بصناعة القوارب بطريقة غير قانونية. على إثر ذلك تم تكثيف التحريات حول الورشة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تمت مداهمة الورشة أين تم العثور وحجز قالب لصناعة القوارب، 5 براميل من مادة لاريزين سعة 200 لتر، 2 دلاء من مادة الدهن لورن، 3 دلاء سائلة للدهن ديليون، 3 لفائف من الألياف الزجاجية، عربة جر ونقل القوارب، 2 رافعات زائد مجموعة من المعدات المستعملة في عملية الصناعة، بحيث رفعت الجنح التالية ضد صاحب الورشة: ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، جنحة استغلال منشأة مصنفة بدون رخصة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الورشة، وتم تحرير ملف قضائي وإرساله إلى السلطات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.